صباح الفل، يا صباح العسل، يا صباح السكر، يا صباح الهنا. عاملين ايه؟ وحشتوني. بص، النهارده يوم صعب. يعني انا المفروض ما اقولش كده، المفروض ما احكيش. وانا كنت دايما استغرب قوي، اقول يعني الناس اللي تطلع تقول بصوا إيه، انا عايزه احكي لكم على حاجه حصلت لي ومش عارفه ايه، وتحكي حاجه الناس اساسا هي مش هتهمهم في حاجه ولا هيهمهم في إيه. بس ايه، مش عارفه، حاسه ان انا محتاجه ان انا اتكلم معاكم. يعني ما اعرفش، مش عارفه، النهارده يوم وحش قوي. هو مش النهارده، ده من امبارح بالليل. اولا احنا كنا قاعدين سهرانين ومبسوطين في البدايه كده، ومبسوطين وسهرانين وقاعدين اكلين حاجه حلوه وقاعدين قاعده حلوه وبدنا سهرانين. زي ما انا هجيب لكم دلوقتي الحته دي. يا مساء العسل، يا مساء الجمال. اتفضلي حضرتك. بصي يا جماعه، لو انا ماما عملت، بصوا بعد العشاء بقى، مش المغرب يعني، احنا قعدنا وصلنا المواعين وخلصنا اللي ورانا. فالقعده دي بقى اه كده، طلعنا فنجان قهوتي الحلو بتاعي، الحلو بتاع علي، الحلو بتاع الولاد. نقعد بقى كده لما نزهق نفتح التلفزيون جوه، ونقعد كده لما نعوز ننام، اللي عايز ينام ينام، واللي عايز ينزل ينزل. ودي سهرتنا صح؟ طبعا في دوشه من صوت الساقيه. صباح النور. وعليكم السلام. ايه رايكم في القعده بتاعتنا؟ بذمتكم مش قاعده بالدنيا وما فيها؟ لا طبعا، ما يعملش. هو طبعا مسجده من الصبح بتاعتنا. اه، عشان ده واحنا قاعدين، اللي عايز يصلي انا اصلي، اللي عايز يصلي مش عايز انا اصلي. ونقعد بقى براحتنا كده، ونروق على مزاجنا، ونفضي دماغنا من كل الحاجات الوحشه. بس هو العربيات بس. والباشا بقى. شفتوا حلاوه ازاي، وقاعدين حلوين ازاي وكويسين. واحنا قاعدين كده اس فجاه لقينا صريخ وصويت، ونانو بتصرخ بعزم ما فيها اكن في حد بيموتها، والله العظيم. فطلعت اجري على السلم عشان الحق نانو اشوف ايه. فدخلت لقيت نانو منهاره من العيد، وامير ضربها، امير ابن اخوها ضربها. فبعدين انا زعلت قوي بدون تفكير بقى، مش عارفه انا ازاي اتصرفت التصرف ده. في ايه يا نانو؟ مالي في ايه؟ امير ضربني واخد تليفوني كسر. بيني وبينكم تليفون نانو اي كلام، يعني مش اي كلام، يعني عادي، يعني حتى يتصلح مثلا بمبلغ صغير قوي قوي يعني، ومش برضه مبلغ عادي يعني. فايه، انا لا يعني لا شعوريا كده من غير اي تفكير قمت جايبه تليفون امير، قمت كسره. يعني اللي هو اذا انت كسرت تليفون اختك، انت تحب ان حد يكسر تليفونك؟ وبعدين اختك الصغيره ما تمدش ايدك عليه. وقلت له بدل المره مليون ما تمدش ايدك على اختك. التليفون امير بقى غالي جدا، غالي جدا. وبعدين امير ابني بقى له فتره من يوم ما بدا ان هو يبقى ما شاء الله عليه، بقى كده بقى راجل بقى وكبر، فهو عايز يعيش جو ايه، الرهوله والاستقرار، وان هو كلمته مسموعه. فدايما لما انا اتكلم بقى له فتره، لما اتكلم الاقيه حد عليا، ويتكلم بطريقه حديه كده، ممكن يزعلني. امبارح بقى الصدمه ان هو فضل باصص لي كده وساكت، والله العظيم زي ما بحكي لكم هذا حصل. قال لي وانت فهمتي ايه اللي حصل؟ قلت له من غير ما افهم ما تمدش ايدك على اختك وتكسر لها تليفونها. لا انت مبسوط ان انا كسرت تليفونك؟ اولا تليفون امير غالي جدا جدا، يعني تصليحه بمبلغ محترم ده اذا اتصلح، لان هو مش موجود هنا اصلا. انا كنت جايبينه من السعوديه، وكان الاصدار بتاعه ما نزلش، قصه انا ما بفهمهاش يعني. بس هو ايه، فضل مصدوم مني، مصدوم والله العظيم. انا بحكي لكم كده مصدوم مني كده شويه. انا ما اعرفش هو قال استغفر الله ولا قال حسبي الله. واول مره في حياتي، لو هو قال حسبي الله، اول مره كلمه حسبي الله دي توجعني وجع عمري ما اتوجعته. وامير مقطع قلبي ودخل اوضته لحد النهارده تاني يوم، من امبارح بالليل النهارده تاني يوم، احنا بقينا الدور ما بينطقش وما بيتكلمش، وقعد في اوضته ما بيتكلمش. نانو جت صالحتني وبسيتني ومش عارفه ايه، يا ماما وحبيبتي يا ماما وما تزعليش مني انا اسفه. هو بقى بينطقش وبيتكلمش، وقعد في اوضته ما بيتكلمش. خدته جبتش تليفون ليه؟ هسال عليه بس، ليه بس الاقي شاشته موجوده هنا؟ ممكن ما لقاها، في ناس انا عارفها يعني بتشتغل في الحاجات الصعبه. المهم يعني فيوم وحش فعلا، انا والله عايزه اقول لكم ده حقيقي، مش عارفه ليه. لا يا جماعه، قاعدين وخلصت شغلها بقى، وانا خلصت اللي كان ورايا، وقاعدين هادين والقعده جميله، وانا عامل قهوه وهي قاعده بتشرب بالكوفي بتاعي. فجاه صوت وصريخ، والله العظيم لغايه دلوقتي ما تعب ما نعرف من الغلطه. لا هي لحظه شيطان. والاثنين انا قاعده اقول بيني وبين نفسي، انا ايه اللي برضه هما الاثنين اتخانقوا، ف
الموبايل موضوع كبير. قال لي خلينا نكسر التليفون. ساعات ما شفت الموبايل نانو وشاشته اتهرت. ساعات ما شفت موبايل نانو ومويه مجزوره ومعيطه ومضروبه. انا اتجننت. انا بقيتش طبعا مش عارفه اضربه لانه بقى شاب ومش عارفه اعمل حاجه. عايزه اتضايقه فعلا. عايزه اضايقه. مشكله الامير ان تليفونه غالي بفلوس. انا صعبت يعني. عليا نفسي ان انا ازاي اعمل كده برده في الورق واكسر بخاطره. لا لا شيطان. وازاي انا اتصرفت التصرف ده بالسرعه دي من غير ما افكر؟ مش عارفه. انا فكرت ما فكرتش ولا لحظه يعني. انا بعدها بدقيقتين كده فضلت قاعده عارفه اول مره في حياتي يعني الواحد بيعمل غلطات في الدنيا كلها في حياته. عمري في حياتي ما عشت تأنيب الضمير اللي انا عشته لحد اللحظه انا فيها. انا بنطقش انا كمان عايزه اقول ما بتكلمش. انا ما بدات اتكلم قلت افتح الكاميرا كريم. بس حقيقي انا ما اعرفش طبعا كل البيوت فيها اللي انا بحكيه وكل الدنيا مرت بكده وكل اللي عنده ولاد ربنا يحميهم لهم مروا حاجات اكتر من كده طبعا. بس كان يوم وحش وانا مش عارفه اوصف لكم برضو الشعور اللي انا فيه ولا اللي امير فيه ولا اللي البيت فيه كله. كده بس خرجوها كده. انا شوف تليفون امير يا ستي انا مرسوم انا اصلحه وزي ما يصلح بقى معلش. المهم بقى تعالوا ناخد بقى طاقه ايجابيه وخبر حلو. النهارده بنت اختي بتولد في المستشفى. ندى بنت اختي بتولد في المستشفى واروح لها بقى المستشفى كده نبارك لها ونطمن عليها ونشوف النونو بقى كده والجو ده. فقعدت افكر اخواتي قاعدين ايه اختي بقى ده شو انت هتفطرينا ولا هتغدينا؟ فانا لا على طول عشان اجيب لهم حلويات معلش. فقلت لا افطرهم ولا اغديهم. انا اجيب لهم علبتين جاتو ونطلع كده نبص عليهم ونطمن على البنت والنونو الزغنطوط وربنا يا رب يتربى في عزهم يا رب. ويعني دي حاجه حلوه اهو في الموضوع يعني خرجنا بقى من اللي من الوحش ونخش على الحلو باذن الله. بس انا حقيقه عايزه اروح لاختي اطمن عليها واخرج من عندها اروح ما اروحش يعني اخرج من عندها حد يخطفني يعني ممكن النهارده يبقى يومها يعني هادي شويه بيدي يعني انا اخرج عايزه اخرج من عندها اروح حته ما يعني انا عايزه اقول لكم ان انا اتوزنت وانا نازله الصبح لقيتني 86 يعني انا نازله من 91 86 عسل 5 كيلو حلو جدا جدا الحمد لله. تعدوت الفرحه والله نشوه هو اشتغل. طب صل على النبي الوقت تخيل ان هي تيجي في التليفونين بتوع العيال في ده تاخدهم ولا كانت تيجي ابنك هو نازل ولا بنتك وهي نازله من على السطح كانت وقعت من على السلم نبعت الشر ولا وانت قاعد على المرجحه مثل المرجحه وقعت في غضروفك ده ولا انك حصل لها اي حاجه في ده بالتليفونات. انا يا ست مش والله على التليفونات ايا كان يعني هم والله مع التليفونات مش عارفه حد فهمني ولا لا والله فاهم والله مع التليفونات فاهم يعني لو عندي حاجه انا هصلحها مش طبعا والتليفون برضو اصل هي جت في التليفون الغالي يعني اللي هو بتصلحه بيبقى برقم كبير غير كمان تصلحه رقم كبير يعني عارفه انت ساعات حاجه تيجي غصب عنك فتقولي معلش احسن من ما احسن من حاجه ثانيه. لكن هي ما جاتش غصب عني هي جت بارادتي انا اللي قمت قايمه كسراها. لو بارادتك ليه قمت كسرت الكسره دي واكسر بخاطر امير؟ انا دي بقى اللي كسره خاطري بجد والله. هو فعلا هو ما ردش حق ربنا. انا عارفه يعني هو لغايه دلوقتي ما فتحش بقه بكلمه ولا تنح ولا اتعصب علينا. هو بقى له فتره هو التزم الصلاه بقى له فتره بيتنح ويرد ويزعق فعشان كده انا بقوم بقى ايه اقوم انا ايه متعصبه اكتر والمشكله بتكبر. هو سنه بقى وعايز يعيش مش عارفه هو صح ولا غلط هو ده الطبيعي كل الناس كده ما اعرف. بس انا بقى دلوقتي لا بقول هو رد فعله عارفه هو لو كان زعق وقعد يشاكل ويعمل طبيعته كما بيعمل كنت قلت فعلي بالك هو يستاهل كنت سكت. لكن انا رد فعله بجد وجع قلبي ما بينطقش ما بيتكلمش عارفه انت حسيت ان هو فعلا مش غلطان وسحبت عليا نفسي ان انا افورت في الصريخ والصويت ان انا مثلت اظن يعني انا ما اعرفش الخناقه كانت على ايه بس اللي انا مستنتجاه ان نانو مثلت قوي الموضوع. هما جوز عيال وكل واحد ركب دماغه مثلت عشان ايه مش عايز يعدل مش عايز يعدل التاني كلمه لا لغايه ما وصل بقى ان الزعق والصوت الموضوع كان كبير قوي والله ولا والله خير الحمد لله. نشوى انت بنت تحكي لنا الحكايه دي اللي احنا نعمل احنا ايه والله انا بحكي لاخواتي كده اللي هو ساعات ببقى انا محتاجه ان انا احكي لحد حاجه وانا طبيعتي مش يعني مش ما عنديش الطاقه السلبيه قوي اللي اداها للناس. هي مش طاقه سلبيه هي ممكن مش ممكن ده هي اكيد كل البيوت اللي فيها شباب وبنات مروا وانا عارفه ان انا ابني متربي عارفه هو مش متربي وايه الادب والله العظيم انا ما كنت زعلت عليه زعله والله العظيم ما كنت زعلت. انا اللي زعلني
اللي مزعلني رد فعلي غبي غبي، معرفش انا ليه عملت كده، ونفسي اتعالج والله، والله اني نفسي اتعالج. انا ساعات لما بتعصب وعندي حاله عصبيه يعني انا معرفش ليه بقوم عامله ردود افعال اغبى من الغباء لمده ثواني. يعني انا عشان عشان كنت قاعده هاديه ورايقه، فجاه لقيت الترابيزه تقلبت، فطلعت انت من جو الجو تاني خالص. وانتوا عارفين يا جماعه الاوحش في الموضوع ده ايه بقى؟ ان احنا ما صمناش، يعني لا جبنا سحور امبارح ولا فاهمين انتم، اتلهينا فما ربنا يسامحنا. بس احنا ما فطرناش، بس ما مش هينفع نصوم النهارده، عارف في اكل اصلا لحد دلوقتي. يلا الحمد لله خير ان شاء الله خير، وهروح اقعد كده مع اخواتي ويمكن اخرج كده، اقعد معاهم ونضحك ونهزر، اخرج الطاقه اللي جوايا وامر اقفل عليها باب اوضته. مش عارفه احلها ازاي بصراحه، بس الوقت اظبط مع الراجل على الشاشه، عشان شاشه امير الشاشه اللي هي الدايره دي فبتبقى سعرها غالي وياك الاقيها اصلا، ف واكلمه يجيب التليفون ويدي للراجل على طول، ان شاء الله يقعد يستنى ما يخلصوا له. معلش يا اولادي يعني معلش ماليش غيركم، والله ماليش غيركم اتكلم معاكم. انا والله العظيم اقسم بيمين الله انا ما اتكلمت خالص ولا فتحت بقي من امبارح للنهارده. يعني انا لبست وشاي اكتبها وقلت اروح لاختي بقى وكده، واروح المستشفى ونقعد مع بعض وكده يعني افرح معاهم. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يكمل لبنت اختي على خير والحاجات الحلوه دي بقى. ننزل بقى نجيب علبه حلويات. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين وحشتوني. عم علي من ساعة ما دخلنا المستشفى وهو ما بطلش لا باتيه ولا شاي ولا سندوتشات فول. بصوا احنا هنا جايين مطعم، مش جايين يومين خليك تتعلم. احنا ازيكم يا حبيبي؟ عاملين وحشتوني. طبعا في كده انتوا عارفين، بس هي مزاجهم وحش فانا بقى مش عارفه اجيبه لكم، لان مزاجهم وحش والوالده يعني الطقس بتاعها ايه ما اوصفلكوش، طقسها وحش يعني، بس ان شاء الله هتعدي على خير وهتبقى هتعدي ان شاء الله باذن الله. ومتخافيش يا ولاد. ازيكم حبايبي؟ عاملين وحشتوني. ازيكم عاملين ايه؟ رفع الصباعين الحمد لله على سلامتها. الحمد لله ان شاء الله، بس ربنا ينصر بحقك يا باذن الله ان شاء الله، ربنا يطمنك عليها ما تخافيش. على السلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين وحشتوني. الحمد لله على السلامه. هو انا الحمد لله على السلامه واقفين للرخامه. ادعوا لنا كده ان شاء الله بنتها ترجع بقى سلامه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عايزه حاجه؟ عايزه منكم ما تحلمش منكم ابدا. الحمد لله يا ولاد، يعني خرجنا من المستشفى وهي البنت بقت احسن شويه، بس هي عشان بنتها راحت الحضانه لان عندها نسبه صفرة. والله قعدت اقول لها كل الولاد بيبقوا عندهم صفرة ومش عارفه ايه وكده، فربنا رب يرجعها لها بالسلامه. وانا معديه بقى قعدنا نلف بقى لنا ساعتين، وفين لما لقينا الحمد لله لقينا اللي هو يعني مركز كبير للتصليح والصيانه والحاجات دي، لان هي ماشيه المحلات خالص كلها، لقينا المركز اللي هو الاساسي بقى بتاع الصيانه ده. دخلنا عنده قال لنا طيب ماشي هاتوه وصلحه ويعني ان شاء الله ايه تعدي يعني. فتكلمنا امير قلت له تعالى نروح ناخد التليفون ونصلحه. بيقول لي كان عنده صداع جامد جدا ومش عارف افتح عينيه. الصداع ده مش زعل يعني. سواء مقفل على نفسه الباب دي موتاني والله، بس هي ان شاء الله يعني خير والله كله خير. هو دلوقتي الحمد لله هو هيجي دلوقتي رايحين نجيبه بالعربيه، هيجي معانا عربيه وناخده ونصلحه. طبعا هو الفيديو ده يعني نشمة ابتدى مفيش حاجه في الفيديو، فما فيش حاجه في الفيديو غير كميه الطاقه السلبيه دي، بس ان شاء الله بتبدا تتحل يعني بتبدا تفك ان شاء الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه حاجه اصورها لكم ولا فاتت نظري؟ يلا ايه ما لحقتش اصورها لكم. هو كتب كل في الشنطه اختي، واحنا في المستشفى كانت جايبه لهم باتيه وجايبه لهم حاجات وكده، وهي بتجيب لهم الحاجات. كنت بتغسل العربيه ولا؟ اه تمام امبارح. السلام عليكم. سلام على الناس. ازيكم؟ ازيك يا امير؟ تعالى من هنا. عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. امير ده بنا؟ يعني ايه؟ كسر تليفونه امبارح فنزل يصلحه دلوقتي. ليه كسرت تليفونك؟ معلش معلش. التليفون يجيب شاشه وباغه وكده. باغه؟ ايوه الاثنين اتكسروا يعني. يعني تاتش مش شايفاه قصدي. ما هي الشاشه بتبقى مقسومه الاثنين. ما اعرفش بالحاجات دي والله. وانت ايه؟ يبقى معلق ولا يصلح؟
تليفونك معانا ان شاء الله. المهم يعني اولاد اختي بقى عملت ايه؟ وهي بتجيب لهم باتيه وسندوتشات وفول وطعميه، عارفين الاهتمام اللي ما بيطلبش هو ده الاهتمام اللي ما بيطلبش. اخت حبيبتي لقيتها جايبه لي بتاع كوكس بالشوفان، قالت وهي بتشتري لي انا عارفه ان انت مش هترضي تاكلي الحاجه بتاعتنا، فقلنا نجيب لك حاجه شوفان. شفت بقى الاهتمام ما بيطلبش. لا والمفاجاه دخلت عزمتني على قهوه وجابت لي قهوه، واختي الثانيه جابت لي قهوه، يعني كانوا مدلعيني اخر دلع بصراحه. دي الاخوات، دي الاخوات اهم حاجه، الاخوات يطلعوا حنينين على بعض، يخافوا على بعض، يحبوا بعض، اعوذ بالله من غضب يا حاجه مساء الخير. المهم يعني يا اولاد بقى نفرح بقى ونبل الشربات بقى، عندنا والده وانتوا لا. فقلنا ننزل بقى نتغدى بره انا والاسره دي، الاسره الكريمه دي هننزل نتغدى بره. ماشي ماشي. يلا تحب تاكلوا ايه بقى ولا ناكل فين؟ شوربه عدس. من انا شوربه عدس انا بحب شوربه عدس قوي. انا طول ما انا في السعوديه بطلبها. والله طول ما انا في السعوديه بطلب شرب، كل ما اخش مكان اطلب شوربه عدس. ليه ما حدش عارف؟ بس مره يا باشا طلبنا شوربه عدس كانت عباره عن نار، كانت باكستاني. كان باكستاني هو قال لي، كانت تركي مش فاكر، بس كان طعمها صح. انا ما بحبش باكستان، كان تركي، وكانت كان العدس حتى مش مطحون، ده كان زي ما هو، كان لسه عايش بالحياه زي ما هو. عايش بالحياه يلا حبيت زي ما هي. نروح المطعم ناكل حاجه كده، احنا النهارده قلنا اللي يقضي اليوم كله ايه كده يعني صحاب من المطعم اللي هو كان اللي كان بناكل منه صينيه كبيره كده. اه عجبني جديد. لا عجبني. لا اخر مره كنت فاتت من عنده فضلت عيان طول اليوم. احلف اقفل اقفل اسم المطعم، اقفل اسم المطعم. طب السلام عليكم يا اولاد. بص بقى اخدنا العيله كلها وقلنا النهارده هنقضيها بقى على البحر بقى وناكل ونتدلع وكده، اسره مع بعشينا، احنا اسره جميله. هنخرج من الجو اللي كنا في الرخم ده. اه نخرج من الجو الوحش ونقعد على البحر، فطبعا الصوت هيبقى صعب، صوت الهواء صح يا ميرو؟ احنا رايحين شاطئ، انا اول مره اخش حته مش اول مره اروحها برضه. اه اول مره امير يجي شاطئ دولمات الجديده. اثني يا حبيبي اول مره امير يجي شاطئ دولمات الجديده، فقال ايه يعني يدلعني، يدلع امه بقى كاننا اتنين مخطوبين. ابنك ليه بالشبشب؟ ما بفتح. احنا في الفيديو، احنا في الفيديو. فضحت امي. يلا امشي امشي يا امير امشي. يلا بينا نروح. عايزه يا نانو؟ بس اضحكي ضحكت عليك يا علي، بقيت بقى انجش في امير دلوقتي. واه جامد عنا، نبقى انا رجليا بايظه. فايزه اه خد بالك بقولك جامد. الحمد لله نقول الحمد لله والله. بس خروجه حلوه اللي كل واحد قاعد على تليفونه ده. سيبنا نشوف التليفون اللي كنت شويه بقى، احنا قاعدين مستنيين الاكل. طيب نعمل ايه؟ انا تليفوني بيتصلح وعمال ابص في الشغل من ساعه ما قعدت. طيب معلش احنا اسفين يا عم الحاج. جايبين ايه بقى؟ احنا طلبنا، احنا قاعدين على البحر، بس احنا طلبنا اوردر جاي من مطعم بعيد عن البحر، تقلل 40 دقيقة وجاي. 45 دقيقة. هو اما كنت قلت له قال لك خلاص 40. اه 40 دقيقة وجاي، طلبنا فرخة رز وامير طلب حواوشي. انا كان نفسي نقعد على البحر هناك، بس هناكل ونمشي. الشمس كتير. طب انت عايزة بيتزا؟ سألتك دي لابسه الاسكيت بقى وقاعده تلعب. راحه بقى راحه بقى، يعني يوم تغيير كده حسبان يعني. بس يلا بصوا يا اولاد. اه بصوا يا اولاد بقى، كان نفسي اقول لكم احنا اكلنا ايه، بس احنا نسينا اصلا. ده كان اكلنا ايه؟ كنا بناكل ايه؟ طبعا نانو دمرت الدنيا. نانو اكلت مثلا حوالي 10 فرخات. ده حقيقه والله. هم اربعه بس. استغفر الله العظيم يا رب. بتحلف يا قصدك اربع حتت مش اربع فرخات. اه فرخه كامله. لا باشا انت باشا ولا انت هنا. انا جاي لي كلام اللي انت زعلانه مني. آه. طلع فيديو بتتكلمي على ابنك. اه واخدلي بالك. بنجيب بنلم مشاهدات. اه بنلم مشاهدات. هم الناس المشاهير كده على طول، الناس التانية بتتكلم عن الناس المشاهير. اه يعني انا زي الناس التانية وبجيب اسمكم يعني عشان المشاهدة وكده صح؟ عايزين الشريك قولي له ونقول اسم قناة الفيديو. لا انا قلت اما اقول اسمك يا امير كده واحكي عليك واكتب اسمك في الفيديو. انت مع امير ابني. اه واحكي اكتب اسمك في الفيديو عشان ايه اجيب مشاهدات على اسمك يعني. امير هو اللي شهرنا كلنا. امير هو اللي شهرنا؟ انت قاعدة بتحب امير اكتر مني؟ هو قاعد والله العظيم يا غاي. استنى بس يا داخل بين البصره وقشرتها، انت النهارده قعدت تاكلها ببقها الوقت وهي تقول لك انا بحب امير اكتر مني. اقسم بالله انا ما عندي دم ان انا قعدت اتدخل بينكوا تاني. عارفه لو شفتكوا بصوا انا اللي غلطانه.
انا اللي غلطانه يا ولاد تاني مره. ما خد حتتي يا ماما. ما لحقوش يتصالحوا. لا لا انا والله نادين. فين نادين بنتي حبيبتي؟ فين نادين بنتي حبيبتي؟ ربيتها احسن تربيه عمرها ما وبا. والله ده البنت اتربت في ثانيه وخطبت في ثانيه واتجوزت في ثانيه كده. خفيفه روحها خفيفه مش الاثنين دول. بصوا الاخص ده والله احنا صاحين بنتكلم عادي. انتوا الاثنين صاحين بتتكلموا عادي ولكنكم كنتوا زعلانين. يمكن انا اللي غلطت. مين اللي صلح التاني؟ انت قلت له انا اسفه. عملت كوبايه شاي. بصوا صح الصبح اللي اتعمل كوبايه شاي والله اكيد مش هنصح. صح الصبح اللي اتعمل كوبايه شاي بتقول لي حاسك ان انت روحك رايحه على الشاي. ليه انا طيب دوست ايدي ورجبه معايا. عملت له شاي وانا قاعده عريوان كنت في نفسي واحرق دمي واتشاكل واتعصب واتنط. انا يعني كنت اروح لدكتوره امراض نفسيه وعصبيه النهارده والله العظيم. كنت اروح لدكتوره اما انا قلت ماشي جوزها دي. والله يا علي انت فاضحني في كل فيديوهاتي. هو انا اللي بكركر ده؟ انت فاضحني في كل فيديو. لسه بفتح الفيديو تقولي الشبشب وامير ابنك اخد الشبشب بتاعي والوقت بتكر بتشفطه. الوقت هو قاعد يعد لنا 50 نوع اخترنا منهم نوعين ما جابش اي حاجه من اللي احنا قلناه. ده طلع بطعم البرتقال والله العظيم. والله حته لا مالك حته ولا حته ولا مش حته. شوفي يا ماما بنتك يا ماما. احد ياخدني قعدنا عندي. والله انا غلبان. والله انا مليه العيشه دي قسم بالله. انا غلبانه والله في وسط الناس بنفعل واتعصب وعارفه انت فعلا والله ده حقيقي عامله زي الفراخ البيضاء فعلا والله بسرعه. طب المفروض اعمل ايه؟ تيجي في كده خلي الحياه عاديه. ابني ضرب بنته بنته ضربت عادي يعني ايه اللي هيحصل؟ انا غلطانه يا اولاد. استنى انا هقفل على كده الفيديو واقول لكم ايه. هقعد النهارده اشوف كومنت كومنت وراي كل واحد فيكم ماشي. واللي حاسس ان العيب فيا يكتب لي على اسم دكتوره يا راي انت يا متدلع يا راي انت تكتب كله هاد ازاي. لا لا بص روقان عارف انت اللي هو ايه ما تخبطوا دماغكم في الحيطه روقان. حتى ايه من الصبح ما شاء الله الله اكبر في عيني يعني وماسكه الخشب اهو. أي من النهارده وشه بدر منور وشه كده تحس ان هو طبق بنور يا سيد العرسان. امير ابنك انت طبق بنور يا سيد. انا قاعده وشه حاسه ان انا جاي لمصر عامله كده وهو قاعد بصوا يا طبق بنور. نجف يا نجف يا السلام عليكم يا اولاد. وده يومنا ودي له جاي ودي حياتنا ودي حياتنا. احنا عالم هبله فما تجوش تاخدوا لنا على كلام بسرعه. احنا غلطانين ان احنا دخلناكم في المشكله من اولها. فاحنا ناس طبيعيين اهو يا جماعه والحياه حلوه وقاعدين بناكل سوا وبنشرب والحمد لله والحمد لله والحياه حلوه. انا ليه بعمل في نفسي كده وكنت داخله مبوزه قوي. احنا بنضحك اهو. ايه كميه الكآبه بتاعه البت نشوى؟ لا 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 بقت كئيبه. لا لا ده رخمي رخمي. لا لا البت نشوى دي كئيبه. لا انا بص انا حد شغلت في قناتي اتغلط فيها بس ما اتغلطش في القناه. انا اتغلط فيها عادي. يلا بص بقى البحر وجماله. قعده البحر دي ايه هدوء اعصاب. بس انا عايزه اشرب فنجان قهوه في خلال 3 ثواني. 3 ايام. الله ده شكله حلو قوي. 3 ايام خلال 3 ثواني اشرب فنجان قهوه.